اهلا وسهلا فيكم ورمضان كريم. بدي احكي لكم بعد اسابيع من الصيام شو بصير في الجسم. طبعا عمليه الاكل منتظمه جدا في الجهاز الهضمي، ان البنكرياس اللي هو بفرز مواد عشان تهضم الطعام، في عندنا الكبد والمراره اللي بتفرز مواد عشان تهضم الطعام، وعندنا الجهاز الهضمي نفسه. فبالتالي اذا صار عندنا زياده في الوزن في شهر الفضيل راح يصير عندنا مشاكل في الجهاز الهضمي، يعني ممكن يصير عندنا دهنيات على الكبد، ممكن يصير عندنا مشاكل في المراره ومشاكل في البنكرياس، وقد يحدث مقاومه انسولين. ليش؟ لانه البنكرياس متعود يفرز بكميات معينه خلال الاكل، ولكن اذا انا مره واحده عند فتره الافطار قاعد عم بزيد وزني، قاعد عم باكل كميات كبيره، هذا يؤدي الى تعب في عمل او ضعف في عمل البنكرياس. فبالتالي ضروري الواحد يدير باله على وزنه خلال الشهر الفضيل، لانه اذا زاد كميات كبيره من الوزن هذا بيؤدي الى مشاكل كبيره في البنكرياس، في المراره، في الكبد. فدائما الواحد يوزن حاله قبل رمضان وبعد رمضان. فبالتالي دائما نحكيها كل صحي وصوم صحي عشان ما تتغلب في شهر الفضيل. وكل سنه وانتم سالمين.